السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. إن شاء الله اليوم راح ناخذ المحاضرة الثامنة بالبايو اللي راح نحكي على الأوسيفيكيشن أو التعظم. زين، أقول لك الديفلوبمنت أند جروث أوف بون أو الطريقة اللي راح تتكون بها العظام. البون كان بي فورمد إن تو وايز. زين، النسيج العظمي أو النسيج المتعظم ممكن يتكون ويصير طريقتين، يعني شويه مختلفات واحد على الثاني. اول واحد منهم اللي هو يصير direct mineralization of matrix secreted by osteoblast or by deposition of bone matrix on pre-existing cartilage matrix. اوكي، زين، تذكرون كنا نذكر انه خلايا النسيج العظمي اللي كان عندنا من الاوستيوبلاست والاوستيوسايت والاوستيوكلاست، كانت الاوستيوبلاست واحده من الفانكشنز مالتها انه هي تفرز لنا البون matrix. زين، هذا الماتريكس اللي راح تفرز او تكون الاوستيوبلاست اللي حيط بها، يعني ضمن هاي الكنالكيولي القنوات اللي هي تكون موجوده بها واللاكيوني، يكون هو نسيج، يكون يفصل عن كونه نسيج عظمي شيء واحد بس، اللي هو شنو؟ اللي هو المينرايزيشن، اللي هو يعني تكون به نسميه التغذيه مالته او نسميه القوه مالته او الصلابه مالته او المعدنه مالته. اوكي، هذا النسيج العظمي وهذا الاوستيوبلاست راح تفرز لنا هذا الماتريكس، يحتاج الى مينرالايزيشن، يعني يحتاج نورشمنت مثل الكالسيوم، يحتاج انه يصير بي ديبوزيشن، يصير بي ترسيب لهاي المولكيولز وهاي الايونات وهاي المعادن حتى يكتسب القوه مالته. فاول طريقه يتكون بها العظم عن طريق دايركت مينرالايزيشن لهاي الماتريكس اللي يفرزها الاوستيوبلاست. والطريقه الثانيه انه احنا قبل نشوف لنا في الغضروف، نشوف لنا في الكارتلج، قبل هذا الكارتلج راح نسوي له ديبوزيشن الى بون ماتريكس، يعني نحول الغضروف الى عظم. يعني احنا لو نكون عظمه من الصفر عن طريق نسوي ديبوزيشن لهاي المينرالز بالبون ماتريكس، او نجيب هذا البون ماتريكس قبل نحطه بالكارتلج نحطه بالغضروف ونحول الغضروف الى عظم. زين، فان بوث بروسيس دين العمليات انه البون تيشو ذات ابييرز فيرست از برايمري اور ووفن، النسيج العظمي اللي يتكون بالبدايه يسمى الووفن بون. اوكي، الووفن بون اللي هو هذا النسيج العظمي الزجاجي يمكن يسموه، اوكي، او العظم ما اعرف شنو ووفن بون، يعني العظم الشمعي هيك شيء، اللي هو يكون عظم خفيف، يعني القصد مالته ووفن انه هو يكون العظم، هذا العظم اللي يتكون بالبدايه ما يكون قوي، ما يكون سوليد، يكون ووفن بسرعه ينكسر. زين، بعدين هذا البرايمري بون ويا الوقت راح يصير استبداله بسكندري بون، هذا السكندري بون هو اللي يكون العظم القوي اللي هو يشكل عظامنا هسه حاليا اللي احنا عندنا كبشر طبيعيين. فذير ار تو تايبس اوف ديفلوبمنت لهذا العظم. اول واحد اللي اسمه انتر ممبرينوس اوسيفيكيشن، اوسيفيكيشن يعني تعظم. اوكي، فيصير التعظم هذه الطريقه مال التعظم انتر ممبرينوس، يعني خلال الاغشيه. شلون؟ يقول لك اغلب هاي الفلات بونز العظام المسطحه اللي هي مال السكال مال الدماغ مالتنا مال الماندبل مال الفك، عظام الفك الماندبل او الماكزل، عظام الوجنتين مال الوجه تتكون بهذه الطريقه. زين، also this process contributes to the growth of short bones، انه ايضا انه هي مثل الطريقه اللي يصير بها عمليات النمو، عمليات يعني العمليات اللي تكبر بها العظام الشورت بونز مالتنا العظام القصيره والثيكينج مال اللونج بونز. ها هسه احنا العظام مالتنا نورمالي البونز مالتنا حتى احنا يصير بيها نمو، النمو مالتنا يصير باتجاهين، اما يصير باتجاه طولي اوكي ويصير باتجاه عرضي. النمو الطولي باتجاه طولي هو المعروف انه العظم يطول، النمو بالاتجاه العرضي هو العظم يصير بيه ثيكنينج او العظم اللي يصير بيه تغلظ، يصير اقوى او يتصلب، اوكي يكون اقوى. فهذه الطريقه اللي هي الانتر ممبرينوس اوسيفيكيشن هي الطريقه اللي تمثل النمو الطولي اللي يصير الجروث مال الشورت بونز مال العظام القصيره مالتنا، وتمثل النمو العرضي او الثيكنينج مالتنا مال اللونج بونز. زين، فيقول لك انه هذا التايب مال الاوسيفيكيشن، هذه الطريقه اللي يصير بيها التعظم تيك بليس وذين ميزنكايم، تصير بداخل منه؟ تصير بداخل الميزنكايم. اوكي، او الميزنكايم اللي هو نسيج واحد من الانسجه مال الجنيني. زين، specific area. These sites where bone is then formed, some mesenchymal cells aggregate into clusters and differentiated into osteoblasts. ها ها. فكرة يا بتذكرون إنه إحنا عندنا الميزنكايمال سيلز اللي عندنا الخلايا اللي قلنا تيجي من مراحل التكوين الجنيني اللي تكون highly specialized cells إنه عندها القابلية
انه تتخصص الى اي نوع ثاني من الخلايا. من راح تصير هذه عمليه النمو؟ راح يجي يعازل هاي الميزينكايمال سيلز، انه يصير بين اجريجيشن. اجريجيشن يعني يتجمع، يعني يظلن يتصفطن وحده فوق وحده، وحده فوق وحده، لحد ما يكمل انفجر مثل العنقود كلاسترز. اوكي، بعدين يصير بين ديفرنشيشن الى شنو؟ يتحول انه الاوستيوبلاست، باعتبار اصلا الميزينكايمال سيلز هي خلايا عندها القابليه انه تتمايز الى اي نوع من انواع الخلايا. اوكي، زين هذين الاوستيوبلاست خلاص، من الميزينكايمال سيل صار الاوستيوبلاست. لان الاوستيوبلاست شنو الوظيفه مالته؟ ان الوظيفه مالته اتس تو برودوس بون ماتريكس، راح تفرز لنا هذا النسيج العظمي. البون ماتريكس راح تفرزه على شكل بارز، على شكل اعمده، او على شكل ترابيكيولي، على شكل شبكه. زين هذه الاوستيوبلاست اوكي بريزنت از ا لاير اون ذا سيرفيس اوف ديفلوبينج بون، يعني هن ايش راح يكونن؟ هن راح يكونن كانما على السطح مال هذا البون الجديد اللي يتكون، يكون على شكل فد لاير، على شكل طبقه يحيطن بهذا البون الجديد، بهذا النسيج العظمي الجديد اللي يتكون. بس بنفس الوقت هذا الماتريكس، هذا الماتريكس اللي راح تفرزه، اللي راح تفرزه هذه الاوستيوبلاست حتى تكون النسيج العظمي الجديد، يكون نوت كالسيفايد، يعني بعد ما صاير بيه تكلس، يعني بعد ما صاير بيه ديبوزيشن مال مينرالز، يعني مجرد نسيج عظمي، مجرد بون ماتريكس وانفرز. زين يسموه كولد اوستويد. اوكي، هذا النسيج اللي يتفرز. هذا الاوستويد بعد شنو؟ ليتر هذا الماتريكس او هذا الاوستويد راح يصير بعمليات التكلس او عمليات الكالسيفيكيشن، لما راح تجي هاي المينرالز او المعادن او الاملاح اللي هي مثل الكالسيوم فوسفيت كريستالز، يصير بها ديبوزيشن داخل الاوستويد، وبالتالي يتحول الى نسيج عظمي كالسيفايد يعني اقوى. زين هذا الكالسيفايد مثل ما اتفقنا انه هو يكون سراوندد باي اوستيوبلاست، لان هي الاوستيوبلاست تكون من الخارج على شكل طبقه، على شكل لاير، وتفرز النسيج العظمي مالتها للداخل. بعدين من راح يتكون هذا النسيج العظمي، من راح يكون كامل، راح تصير ديفرنشيشن، او راح تتحول هذه الاوستيوبلاست الى اوستيوسايت، اللي راح يكون الستركتشر مالته نفس الستركتشر بالضبط مال العظم النورمال مالتنا، اللي هاي الاوستيوسايت اللي راح تتجمع داخل لاكيوني، وهاي اللاكيوني ضمن الماتريكس والى اخره. زين بعد شنو عندنا؟ يقول لك ذيس ارياز اوف ديفلوبينج بون، هاي الاريا اللي راح يصير بها الديفلوبمنت مال بون يسموها السبيكيولز. السبيكيولز يعني شنو السبيكيولز؟ يعني الاشواك، هي عباره عن اشواك من العظم. اوكي، فشوكه يسموها هيك شيء، يعني شوكه سبيكيولز. زين فلما يصير عمليات فيوجن، عمليات اندماج ما بين ذيس سبيكيولز، يصير عمليات اندماج بيناتهم، راح تتكون هذه النتورك او هذه الترابيكيولي او هذه الشبكه المتفرعه اللي بداخل العظم، اللي احنا نسميها السبونجي بون او العظم الاسفنجي. اوكي، راح تتكون هذين السبيكيولز وهذين الاشواك مال النسيج العظمي اللي سبق ان تكون بفعل الاوستيوبلاست، يصير فيوجن ويصير اندماج فيما بينهم، فبالتالي راح تتكون مثل الشبكه من النسيج العظمي اللي تكون بداخل العظم، اللي يسموها السبونجي بون. زين اوكي، باعتبار انه هي شبكه صارت، فشنو وضع الفراغات؟ هذه الفراغات او السبيسز اللي تصير داخل هاي الترابيكيولي، داخل هاي الشبكات، منو يحتلهن؟ اوكيبايد باي هوم؟ باي بريمتيف ميزنكايمال تيشو. وبعدين هذا البريمتيف ميزنكايمال تيشو يصير بي ديفلوبمنت وديفرنشيشن ويتحول الى بون مارو، يتحول الى نخاع العظم. زين بعد شنو يقول لك؟ also these regions penetrated by blood vessels، اكيد راح يصير هنا penetration واختراق باوعيه دمويه على مود، يعني اكيد يعني راح يصير، يعني العظم شلون راح يعيش بالنهايه؟ شلون راح يصير له مينتننس؟ شلون راح يعيش؟ شلون راح يكتسب القوه مالته بدون blood supply؟ فهاي الريجنز او هذه راح يصير لها penetration by blood vessels، by اوعيه دمويه. زين على مود يعني يحصل الغذاء مالته والاكسجين اللي يحتاجه. الكونكتيف تيشو سراوندينج ذا ديفلوبمنت اوف بون ماس، اوكي هذا الكونكتيف تيشو، الانسجه الضامه اللي راح تحيط بهذا النسيج العظمي اللي تو يتكون، راح يصير بها كوندنسيشن، راح تتكثف، بعدين راح تتحول الى بيري اوستيوم، وراح تحيط بالعظم، وبهالطريقه نقدر نقول صار عندنا عظم متكامل، متكون من سبونجي بون، متكون من بون مارو، محاط ببيري اوستيوم، ويحتوي على اوستيوسايت واوستيوبلاست، صار عندنا يعني نسيج عظمي متكامل. زين هذه بالنسبه للطريقه الاولى اللي يصير بها التعظم، اللي هي الانتر ميمبرينس اوسيفيكيشن. زين بالنسبه للطريقه الثانيه اللي هي الاندوكوندرال اوسيفيكيشن، الاندوكوندرال اوسيفيكيشن
انه this type of ossification occurs within a cartilage model. يعني انه هنا بهالحاله احنا راح يكون عندنا فد كارتلج، راح يكون عندنا فد غضروف، هذا الغضروف اللي يكون الشكل مالته يشبه الشكل مال العظم تو بي فورمد. يعني بهالطريقه راح نجيب لنا غضروف كامل وجاهز الشكل مالته يشبه الشكل مال العظم، وقبل راح يصير به تعظم وراح نحول هذا الغضروف الى عظم، يسموه اندوكوندرال اوسيفيكيشن، يعني كوندرال غضروفي، العظم غضروفي. يكون هذا النوع من الاوسيفيكيشن هو النوع المسؤول اللي يكون ريسبونسبل عن الفورميشن مال الشورت واللونج بونز. يعني احنا النوع الاول قلنا هو النوع المسؤول عن التكوين مال العظام الفلات بونز، مال السكال، مال الماكزيلا، مال المندبل. هنا الاندوكوندرال يكون هو المسؤول عن تكوين الشورت واللونج بونز، يعني الماجورتي او الاغلبيه من عظام الجسم مالتنا. زين، الطريقه هاي شلون تصير؟ تصير هذه الطريقة أول شيء removal of the cartilage model، يعني إحنا نشيل الغضروف الضعيف، أوكي، ونستبدله إنه نسوي بي ديبوزيشن، إنه إحنا راح نزرع أو نرسب به هذا البون ماتريكس ونحول الغضروف الضعيف إلى نسيج عظمي قوي. زين، فهذه العملية تصير إنه البون فورميشن ينشيد with bone shaped area، فهذه منطقة مثل نقول مثل الرباط أو مثل الحزام اللي راح يحيط بهذا الغضروف من البريكوندريوم، راح يحيط به surrounding the center مال cartilage model that's called the diaphysis. يعني احنا عندنا من عندنا هذا الغضروف مالتنا، العمليه راح تبدي انه راح يصير مثل الحزام، اوكي، مثل الحزام اللي راح يحيط هذا الدايفيزس او الشافت، هذا الشافت احنا نسميه دايفيزس، اوكي، نسميه دايفيزس. راح تكون مثل البوند او مثل الحلقه من النسيج العظمي اللي راح تحيط لنا بيه، من راح تحيط لنا بهذا الشافت، تحيط لنا بالشافت مال الغضروف. زين، فان بيريكوندريوم هذه الخلايا اللي موجوده بالبيريكوندريوم بالغشاء المحيط بالغضروف، انه هذه الكوندروجينيك سيلز راح تتحول الى اوستيوبروجنريتر سيلز. وكنا نعرف انه الفانكشن او الوظيفه مال اوستيوبروجنريتر سيلز انه يصير فيها ديفرنشيشن وتتحول الى من؟ تتحول الى اوستيوبلاست. زين، زين هاي الاوستيوبلاست وظيفتها شنو؟ اكيد انه هي راح تفرز لنا هذا البون ماتريكس او النسيج العظمي اللي هو ايش بيه؟ اهم صفه بيه انه هذا النسيج العظمي اللي تفرزه الاوستيوبلاست انه هو يكون نوت كالسيفايد، يعني ما بيه منرالز. زين، فبالتالي انه هاي الاوستيوبلاست راح تفرز لنا هذه البون ماتريكس، راح تسوي لنا بيري اوستيال بون كولر او رينج، يعني راح تسوي لنا كولر، كولر هاي حلقه، كولر يعني حلقه بالضبط او رينج، كولر او حتى التسميه الصحيحه الكولر، الكولر تدرون شنو هي؟ شايفين هذول اللي تصير عندهم كسور بمنطقه الرقبه، رقبته تنكسر او فقراته او يصير عنده كسر باي منطقه يكون ما يحرك رقبته، يخلوا له هاي اللي على الرقبه مثل اللي شفت الجبيره اللي على الرقبه مالته اللي تخلي رقبته ما تتحرك، هي هاي يسموها كولر. فيقول لك انه النمو او النسيج العظمي اللي راح تفرزه هاي الاوستيوبلاست اللي يحيط بهذا الكارتلج هو يكون كولر او الرينك، عباره عن حلقه يجي تحيط بهذا الغضروف سراوند السيرفس مالت من مال الشافت مال الميدل اوف ذا دايفيزيال ريجن اوف ذا كارتلج، تحيط لنا بهذا الشافت، تحيط لنا بالساق مال الغضروف. هذا البيريكوندريوم اللي راح يحيط بالمنطقه باعتبار انه كل الكوندروجينيك سيلز مالته تحولت الى اوستيوبروجنريتر سيلز، زين راح يتحول الى ايش؟ راح يتحول الى بيري اوستيو. زين، الريزلت اوف ذيس تشينجز، هذه النتيجه مال هاي التغييرات راح تتكون عباره عن ثين لاير، عباره عن طبقه رقيقه من العظام اللي راح تحيط لنا بيه، من راح تحيط لنا بهذا الكارتلج او الكارتلج مودل. يعني احنا حولنا كل الكوندروجينيك سيلز حولناها الى اوستيوبروجنريتال سيلز، وكوننا نسيج عظمي، شكل حلقه داخل دائره مدائر الغضروف، وتحول كل البيريكوندريوم الى بيريوستيوم، وتكونت عندنا هذه الثين لاير من النسيج العظمي. زين، within the forming bone of collar changes occur in the cartilage itself. بس احنا اوكي، بس احنا بالبدايه احنا غيرنا الطبقه الخارجيه وكوننا هذه البون كولر، كوننا هاي الحلقه مال العظم اللي تحيط بالكارتلج. الكارتلج اللي بالداخل شنو موقفه؟ الكارتلج اللي بالداخل موقفه انه بالسنتر مال الدايفيسز، يعني بالسنتر مال الساق، مو عندنا كوندروسايت، هذه الكوندروسايت راح يصير بيها هايبرتروفي، يعني راح تتضخم. زين، هسه راح نشوف ليش تتضخم، راح يصير كوندروسايت هايبرتروفي اند ديجنريت اند داي. هذه الكوندروسايت اللي بداخل الغضروف راح تبدا تتضخم وتتضخم وتتضخم، بعدين تتحلل وتموت. واي؟ ليش؟ لان هذا البون كولر الجديد، النيو بون كولر اللي يتكون، راح يمنع عمليه الديفيوجن مال النيوترينس لهاي الكوندروسايت.
يعني راح يقطع عليها المي والكهرباء، راح يقطع المي والكهرباء، بالتالي ما راح يخلي هاي النيوترينتس توصل للكوندروسايت، فالكوندروسايت راح تبقى لفتره طويله بدون تغذيه، فراح تبدي يصير بيها هايبرتروفي، تكبر شويه 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 لحد ما يصير بيها ديجنريشن، وبعدين راح تموت بسبب منع هاي النيو بون كولر، انه منعت الديفيوجن مال النيوترينتس انه توصل لهاي الكوندروسايت اللي بداخل الماتريكس. زين، فمن راح تموت هاي الكوندروسايت راح يصير بيها ريزوربشن، انه يكون راح يصير بيها امتصاص كوندروسايت، هذا راح ريزورب ذا سراوندينج ماتريكس اوكي ان لارج لكن. ليش؟ لان هاي الكوندروسايت مو راح تمنع عليها التغذيه، راح تمنع النيوترينتس، فايش راح تسوي؟ راح تبدي تهضم السراوندينج مالتها، تبدي تهضم الماتريكس دائره دائره، فراح تسوي ريزورب، راح تبدي تمتص هاي السراوندينج ماتريكس، فبالتالي انه هاي اللاكيونه او هاي القنوات اللي تكون موجوده بيها كلها راح يصير بيها انلارجمنت، راح يصير بيها انلارج بالحجم، لان هي راح تضخم هاي الكوندروسايت، الكوندروسايت راح تبدي تمتص هذه السراوندينج ماتريكس، فبالتالي انه هي راح تكبر حجم وتمتص، وبنفس الوقت انه هذا الماتريكس اللي موجود بداخل هاي اللاكيونه راح يكون ريديوست ان اماونت وبيكام ثين سبتر، يعني انه هذا الماتريكس بسبب انه هو راح يبدو كله يمتص عن طريق هاي الكوندروسايت، انه الكميه مالته راح تقل وتبين على شكل فتح خطوط رفيعه، على شكل ثين سبتر، على شكل فتح حواجز رفيعه جدا. زين، الكارتليج ماتريكس اندرجو كالسيفيكيشن، هذا الماتريكس مال الغضروف راح يصير بيه كالسيفيكيشن بعدين. شلون راح يصير كالسيفيكيشن؟ عمليه الكالسيفيكيشن تتم عن طريق الديبوزيشن مال المينرالز اللي متمثله بيه من بالكالسيوم والفوسفيت، فراح يصير كالسيفيكيشن بالماتريكس عن طريق انه هذا الكالسيوم راح يصير بيه ديبوزيشن بهذا الماتريكس، فبالتالي راح يتحول الى كالسيفايد ماتريكس، يعني بقت بس اللمسه الاخيره ويتحول هذا الغضروف الى عضو، بدا شويه شويه يتحول. زين، هذا البيري اوستيال او الاوستيوجينيك بود اللي هو يكون داير مداير هذا الغضروف اللي يتكون من اوستيو بروجنريتف سيلز، سابقا كانت كونتروجينيك سيلز تحولت الى اوستيو بروجنريتف سيلز، واند بلاد فيسلز اللي راح يسوي تصير مايجريشن او راح تخترق هذا البيري اوستيوم عن طريق هولز او عن طريق فتحات اللي راح تسويها منه الاوستيوكلاست ان ذا بون كولر. اوكي، اذا احنا هسه اول شيء قلنا بالخطوه الاولى الاوستيو بروجنريتف سيلز تحولت الى اوستيوبلاست، واوستيوبلاست هي اللي فرزت لنا النسيج العظمي والى اخره من التفاصيل اللي صارت وشرحناها. بعدين ايش راح يصير؟ راح تيجي عندنا النوع الثاني من الخلايا اللي سميناها الاوستيوكلاست، اذا تتذكروا اللي هي سميناها الخلايا اللي تهدم. هذه الاوستيوكلاست قامت تهدم هذا الوولز مال هذا البون كولر او هاي الحلقه مال النسيج العظمي المحيطه. تسوي بيها هولز او تسوي بيها فتحات، هذه الفتحات راح تخترقها الاوعيه الدمويه على مود تجهز التغذيه اللازمه للنسيج العظمي اللي دا يتكون. زين، هذه البادز، هاي البراعم او هاي الفتحات بنتريت ذا كالسيفايد كارتلج، راح تبدي تخترق هذا الغضروف اللي قلنا صار بيه كالسيفيكيشن عن طريق الديبوزيشن مال الكالسيوم بداخله. فورمينج كافيتيز، راح تسوي لنا فتحات، هذا اللي يسمونه البرايمري مارو كافيتيز، اللي راح تبدي تسوي لنا فتحات داخل هذا الغضروف اللي هي تتهيئ الى تكوين النسيج العظمي ونخاع العظم والى اخره. هذه الفتحات اللي قلنا تحتوي على بلود فيسلز واوستيو بروجنريتف سيلز ويتش بروليفريت اند ديفرنشيت انتو اوستيوبلاست، بعد هاي الاوستيو بروجنريتف راح تكون لنا بعد اوستيوبلاست، فبالتالي راح تكون لنا كونتينوس لاير اون ذا سيرفيس اوف كالسيفايد كارتليج ماتريكس ريمننتس، يعني انه هاي الفتحات من هي بدات تخترق شويه شويه، تخترق بداخل هذا الكارتليج اللي هو يكون كالسيفايد اللي هو يكون متكلس. هاي الاوستيو بروجنريتر سيلز راح تبدي وهي تمشي بالطريق وهي تسوي بنتريشن تتحول الى اوستيو بلاست. زين، فبالتالي انه احنا كل ما تحولت اوستيو بلاست، كل ما هاي الاوستيو بلاست انه هي راح تكون لنا نسيج عظمي جديد، وبنفس الوقت كل ما انه هاي الاوستيو بلاست كانما تسوي لنا حافه او دا تسوي لنا فتخيط من العظم اللي شويه شويه دا يسوي انفيجن، اللي شويه شويه دا يخترق هذا الغضروف. زين، فهاي الاوستيوبلاست انه شويه شويه ستارت تو سينثيسيس هذا البون ماتريكس. زين، اللي مثل انه ات فيرست اول ما يتكون مثل ما اتفقنا انه الاوستيوبلاست تكون انه اوستويد اللي هو يكون غير متعظم او غير متكلس، بعدين راح يصير بي ديبوزيشن للمينرالز ويتحول الى كالسيفايد بون. زين، بعد شنو عندنا؟ يقول لك هذا الكالسيفايد، the calcified cartilage can be distinguished as basophilic. انه احنا شلون راح نميز احنا بهاي المراحل كلها، شلون راح نعرف انه العظمه بها مرحله؟ راح نميز انه هذا الكالسيفايد cartilage يكون basophilic.
او يعني يصبغ بصبغات قاعديه، بينما ان البون تيشو اللي راح يتكون راح يكون اسيدوفيليك. فبهاي الطريقه راح نميز انه هذا كالسيفايد كارتج او كالسيفايد بون لما يسالك انه انت شلون تعرف. جدا مهمه هاي الملاحظه، مهمه كلش. زين، when the spongy bone matrix develops، لما هذا العظم الاسفنجي يبدي شوي شوي يتكون، the cartilage matrix راح يبدي be is removed by continued resorption of calcified cartilage through the activity of osteoclast. يعني من يبدي يتكون هذا العظم الاسفنجي، هذا الكالسيفايد كارتليج شنو مصيره؟ راح تبدي هاي الاوستيوكلاست تفلش بيه شويه شويه، تبدي هاي الاوستيوكلاست تفلش بالكالسيفايد كارتليج على مود تجي الاوستيوبلاست تبني نسيج عظمي مكانه. فالاوستيوكلاست تفلش، الاوستيوبلاست تبني، والاوستيوكلاست تفلش، والاوستيوبلاست تبني. فبالتالي لحد ما بشكل كامل ينتهي كل هذا النسيج الغضروفي ويصير ديبوزيشن اوف بون بالكامل، يتكون نسيج عظمي جديد بالكامل بالسنتر مال هذا الشافت مال الدايفيسس اللي يسموه البرايمري اوسيفيكيشن سنتر. زين، بعد شنو عندنا؟ يقول لك انه الزون مال اندوكوندرال اوسيفيكيشن، انه هذه المنطقه مال اندوكوندرال اوسيفيكيشن اكستندز توورد بوث اندز اوف ذا كارتليج ذات كولد ابيفيسز. زين، يعني انه هذه عمليه التعظم، احنا مو قلنا تبدي من الشافت، هذا الشافت اللي نسميناه دايفيسز، بعدين هذه عمليه التعظم اللي يبدي يصير بها اكستنشن تتجه باتجاه الابيفيسز، هاي الابيفيسز او باتجاه الاطراف، هذه الابيفيسز باتجاه الاطراف. اوكي، زين، فيقول لك انه هذه الزون مال اندوكوندرال اوسيفيكيشن اللي تبدي من هنا من السنتر راح تبدي شويه شويه يصير بي اكستنشن باتجاه الاطراف اللي احنا سميناها الابيفيسز عن طريق بروسس سيميلر تو ذات تيك بليس ان ذا برايمري اوسيفيكيشن سنتر. يعني هم شويه شويه تبدي العمليه نفسها تنعاد وتتجه لاطراف الغضروف. زين، فيقول لك اكسبت ذات بون كولر از نوت فورمد، ما راح تنعاد العمليه بالضبط انه يحيط بون كولر لان البون كولر اوريدي تكون. مجرد انه هاي الاوستيو بروجنريتر سيلز راح تبدي تخترق الكارتج بهذه المنطقه مالته مال الابيفيسز، ونفس العمليه تنعاد، تكون انه اوستيوبلاست، وهاي الاوستيوبلاست تبدي تبني بون ماتريكس، والبون ماتريكس بعدين شويه شويه راح تصير فتحات، والفتحات تخترقها بلاد فيسلز، والبلاد فيسلز بعدين وراها تتكون اوستيوكلاست، وهذه الاوستيوكلاست راح تهدم والاوستيوبلاست تبني، ونفس العمليه تنعاد بالضبط. فهاي الاوستيو بروجنريتر سيلز تتحول الى اوستيوبلاست، بعدين ديفرنشيت اوستيوبلاست، بعدين تبدي تفرز من البون ماتريكس، وهذه العمليه يسموها السكندري اوسيفيكيشن سنتر، يعني او عمليه التعظم اللي تبدي تصير بالاطراف مال الغضروف. زين، ان ذا سكندري اوسيفيكيشن سنتر بعد شيء يصير؟ يقول لك ان الكارتليج ريمينز ان تو ريجنز، الكارتليج راح يبدي يصير عندنا منطقتين، منطقه يسموها الارتيكولار كارتليج او منطقه التمفصل، يعني او المنطقه اللي تكون بالنهايه بالضبط كلش بنهايه هذا الغضروف اللي هي المنطقه اللي صاير فيها مفصل يسموها الارتيكولار كارتليج. اللي شنو فكرتها؟ فكرتها انه بيرسيست ثرو اوت ادلت لايف اند دوز نوت كونتريبيوت تو بون جروث ان لينث، يعني انه هذه الفقره انه هي راح تبقى. اوكي، هذه الفقره او هذا المكان او هذه الارتيكولار كارتليج او هذه منطقه التمفصل انه هي راح تبقى ثرو اوت ادلت لايف، انه هذه المنطقه راح تبقى، خلاص راح تبقى ما راح تتغير. وبنفس الوقت انه هي does not contribute to bone growth in length، يعني ما لها علاقه بالطول مال العظم، لما العظم ينمو ولما العظم يطول هذه منطقه الارتيكولار كارتلج نهائيا ما تشارك بعمليه الجروث او عمليه النمو او عمليه انه العظم يستطيع. من اللي راح يشارك بهذه فقره الجروث؟ اللي هي الابيفيزيال كارتلج. احنا نعرف انه احنا العظم من يطول اول شيء من يبدي الطول منين يبدي؟ يبدي من اطراف هذا العظم، اطراف العظم هي اللي راح تبدي تطول. هذه منطقه الارتيكولار كارتليج لا تتدخل ولا تمد ايدها نهائيا بها فقره النمو. من اللي راح يعني يحمل على عاتقه شغله النمو مال العظم؟ هي فقره الابيفيزيال كارتليج. الابيفيزيال كارتليج او اللي يسموه الابيفيزيال بليت، اوكي، او صفيحه النمو، هذه اللي تكون كونكتس ذا تو ابيفيسز تو ذا دايفيسز، المنطقه اللي تربط الابيفيسز يعني النهايه مال العظم او نهايه الغضروف بالدايفيز هي الابيفيزيال بليت. زين، هذه الابيفيزيال بليت هي المنطقه اللي تكون مسؤوله عن النمو مال العظم والزياده باللينث مال العظم بسبب الكونتينيود اندوكوندرال بون فورميشن ات ايتش اوف ذيس بونز. الفكره انه بهذه منطقه الابيفيزيال بليت، ماكو صوره العظم كامل، هذه المنطقه مال الابيفيزيال بليت هي المنطقه اللي يكون بها بشكل مستمر تصير هذه عمليه الاندوكوندرال اوسيفيكيشن وتصير وتكون نسيج عظمي، فبالتالي راح يتكون نسيج عظمي جديد والعظم مالتنا يطول
وتظل تكمل اندوكوندرال اوسيفيكيشن، يتكون نسيج عظم جديد والعظم يطول ويطول ويطول ويطول. فانه طول ما العظم مالتنا كله يجي عن طريق الابيفيزيال بليت وعن طريق العمليات المستمره مال الابيفيزيال بليت بالاندوكوندرال اوسيفيكيشن، بالتالي حتى يصير هذه الزياده بطول ما العظم لحد ما نوصل السن معينه ونتوقف النمو. وطبعا اكيد انه هذه عمليات الاستطاله بالعظم وعمليات النمو بالفيزيال بليت اكيد تصير فعل هرمونات خاصه اللي هي مثل الجروث هرمون والى اخره، وفعل يعني فاكتورز معينه. زين نجي نكمل بالابيفيزيال بليت. الابيفيزيال بليت ايش بيها؟ اقول لك انه هاي الابيفيزيال بليت او الابيفيزيال كارتج تكون هي الريسبونسبل مثل ما اتفقنا عن الجروث بروسس، انه هي تكون مسؤوله بشكل كامل عن عمليات النمو اللي يصير بالعظم. زين فيقول لك انه هذه الابيفيزيال كارتج او الابيفيزيال بليت انه احنا نقدر نقسمها الى 5 مناطق. كلش مهم هذا الموضوع، يعني هواي مهم. اول منطقه يسموها الريستنج زون، اللي يشبه هذه الريستنج زون اللي هي المنطقه المستقره اللي ما لها علاقه او ما لها ربط، اللي تتكون من هايلين كارتلج من الغضروف الزجاجي without morphological changes in the cell، انه الخلايا مالته انه هي كلها تكون نفس الشيء، متكون عباره عن غضروف هي هايلين كارتلج عباره عن غضروف زجاجي اوكي، وان الخلايا مالته انه هي كلها تتشارك نفس المورفولوجي، تتشارك كلها نفس الشكل او تتشارك كلها نفس التركيب. المنطقة الثانية اسمها البروليفريشن زون. البروليفريشن زون شنو هاي الفكرة مالتها؟ الفكرة مالتها انه هي تكون الاكتف زون وير كوندروسايت اندرجوز ديفيجن اند برودوس سيلز ارينجد انتو روز اوف كولومز. البروليفريشن زون هي المنطقة هي اللي تكون اكتف، هي المنطقة اللي تكون بها تكوين خلايا جديدة، هي المنطقة اللي تكون بها الفعاليات مال البروليفريشن والتكاثر مال الخلايا والتحضير لتكوين نسيج عظم جديد. فيصير بهاي المنطقة انه الكوندروسايت هي اللي راح تصير بها عمليات الانقسام، فبالتالي انه هي راح تظل تنقسم وتنقسم وتنقسم لحد ما تكون لنا خلايا جديده. هذه الخلايا الجديده اللي هي تكون على شكل روز، على شكل اعمده، على شكل كولومز، اللي تكون بارلل، تكون متوازيه with the long axis of the cartilage. زين بعد شنو بيها؟ انه يقول لك انه يجرى كل صف من الصفوف يتكون من نمبر من هاي الخلايا المسطحه and separated by small amount of matrix، يعني المنطقه اللي تبدي منها الثوره او تبدي منها عمليات التحضير للنمو العظم اللي هي البروليفريشن زون، لان هي تجهزه شنو؟ تجهزه بخلايا جديده، يعني تجهزه بجيش جديد من الخلايا، فبالتالي انه هو راح يكون مستعد لمن؟ مستعد للتكاثر والانقسام او يعني تكوين نسيج عظم جديد. زين المنطقه الثالثه اللي هي الهايبرتروفي زون، اللي هي انه الكارتلج راح يبدي يتضخم، من اسمه هايبرتروفي فانه الكارتلج سيلز راح تبدي بيصير فيها انلارجمنت، راح تبدي تتضخم بيكم كيوبويدال ان شيب، انه راح يتغير شكل مالته تبدي تصير كيوبويدال مكعبه، وبنفس الوقت انه اللاكيوني راح يصير بها انلارجمنت. بسبب شنو؟ بسبب انه الخلايا شخصيا بدا يصير بها انلارجمنت داخل هاي القنوات. زين الماتريكس كنا يصير بي ريديوس، ليش الماتريكس ريديوس؟ لانه انه هاي الكوندروسايت راح ينقطع عليها التغذيه، فراح تبدي تمتص الماتريكس مالته، تمتص تسوي ريزوربشن، فمن تمتص الماتريكس اللي داير بدايره راح تقل الكميه مالته، وبنفس الوقت راح تكبر بالحجم وراح تبين على شكل ثين سبتم، عباره عن مثل الفواصل اللي تكون رفيعه ما بين هاي الكوندروسايت بسبب الريزوربشن ات باي ذيس سيلز، لان الكوندروسايت امتصت هذا الماتريكس اصلا. زين الكالسيفيكيشن زون او منطقه اللي يصير بها هذا التكلس، هذا انه يقول لك ان ذيس زون انه الديث راح تبدي يصير ديث اوف كوندروسايت، راح تبدي انه هاي الكوندروسايت خلص انقطع عنها التغذيه وماتت، فانه هذا الماتريكس السراوندينج ذا انلارج لاكيونا، انه هذا الماتريكس اللي راح يحط لنا بهاي الانلارج لاكيونا راح يصير بي كالسيفايد. وشلون قلنا يصير كالسيفايد؟ راح يصير بي ديبوزيشن بهاي المينرالز وبالكالسيوم وبالفوسفور اند ابير وذن ات اند ابير ديبلي بيزوفيليك اند ستيننج، يعني شويه شويه يبدي يبين بيزوفيليك وبلون غامق، يعني وكانما هو يريد يتحول الى اسيدوفيليك، كانما دا يتحول من بيزوفيليك اللي هو مال كارتلج الى اسيدوفيليك مال عظم. ونوصل للمرحله الاخيره اللي هي الاوسفيكيشن زون او منطقه التعظم، اللي هي الزون اللي راح يبدي بيها البون تشو شبي ابير، وهي الاوستيوبروجنريتر سيلز، وكذلك هاي البلود فيسلز، وكذلك البيري اوستيوم اللي راح تخترق لنا السبيسز، وهاي الكافيتيز اللي سوت لنا اياها اصلا الاوستيو كلاس وذات از ليفت باي ذا كوندروسايت، يعني هي لان اصلا كانت بيها كوندروسايت بعدين ماتت وراحت فتركت بمكانها فتحات وفجوات، فبعدين هاي الاوستيوبروجنريتر سيلز تحول لاوستيوبلاست، هاي الاوستيوبلاست اللي هي راح يكون تنتشر خلال هذا النسيج وراح تبدي تستمر انه هي تفرز هذا البون ماتريكس، وراح تسوي لنا فد لاير اوفر هذه السبتة مال كالسيفايد كارتلج ماتريكس، وتبدي تفرز لنا هذا النسيج العظمي مالتها.